حبايب قلبي من كل مكان وحشتوني، اهلا وسهلا في برنامجكم خفايا وابراج. جينا النهارده نتكلم عن الاسبوع الثاني من شهر 9. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت الاسبوع الاولاني من شهر 9 وعرفنا توقعات يعتبر الشهر نظامه ازاي. المره دي بقى جايين نتكلم عن توقعات الاسبوعيه لتاني اسبوع من شهر 9. جايين نشوف الاخبار ايه لشهر 9 الاسبوع الثاني للابراج ال 12 برج. الاخبار ايه بورقه الطاروت، ومعانا كمان كارت رساله وكارت نصيحه. الاخبار هتكون ايه للابراج؟ الطاروت عايز يقول ايه؟ وكمان هنطلع حاجه اسمها انذاراتك وارشاداتك من نفس الكارت. جايين نتكلم عن ورقه الطاروت التوقعات الاسبوعيه للاسبوع الثاني، وكمان معانا انذارات وارشادات من نفس الكارت. هنبدا ببرج الحمل ونشوف اخبارك يا برج الحمل الفتره دي هتكون ايه تاني اسبوع من شهر 9، ونقول بسم الله ونشوف اخبار برج الحمل بورقه الطاروت عايز يقول لنا ايه. شايفاك يا برج الحمل، انت اديت ظهرك لشخص او شخص اداك ظهره، الله اعلم. شايفاك يا برج الحمل حواليك ناس جاسوسة، ناس خاينين، ناس مخادعين، ناس ما بتقدرش العيش والملح، الله اعلم. شايفاك كمان يا برج الحمل كنت قاعد مستني رسالة، يا مستني شخص، يا مستني فلوس، يا مستني ورقة يا برج الحمل. في حد بيحاول يهاجمك او يستفزك، او انت بتحاول تهاجم حد او تستفزه. في موضوع محكمة او موضوع دكتور او موضوع محامي، او في حاجة بتوضبها او في حاجة بتخلصها. شايفاك يا برج الحمل تعبت نفسيا، تعبت صحيا، تعبت من حاجات انت مش عارف اولها من اخرها. في موضوع دراسي او موضوع عملي او موضوع بخصوص ورق عندك يا برج الحمل. شايفاك كمان يا برج الحمل في كلام على ترقية، كلام على شغل جديد، كلام على نقلة، ممكن يكون كلام على فلوس، الله اعلم يا حمل. شايفة ان في واحدة صفرة كاهنة مش تمام في حياتك يا حمل، وانت بقيت محتار فيها، ما بقيتش عارف هي معاك ولا عليك، الشخص ده كويس ولا الشخص ده وحش، الشخص ده حلو معاك ولا مش حلو معاك، انت ما بقيتش فاهم الوضع ماشي ازاي. بس انت يا برج الحمل جبت اخرك من ناس في حياتك. ثلاث ورقات يا برج الحمل، انذارات وارشادات. يلا يا برج الحمل تعال نشوف انذاراتك وارشاداتك عايزه تقول لك ايه. اول كارت بيقول لك في عندك موضوع يخص بيت، او موضوع يخص ورث، او موضوع يخص شراء او بيع، او موضوع يخص ممكن يكون حوار، ممكن يكون في حوار في عقر دارك، او في كلام في عقر دارك، او موضوع في عقر دارك، الله اعلم يا برج الحمل. شايفاك كمان يا برج الحمل عندك موضوع يخص جواز، او يخص نصرة، او يخص فرحة، الله اعلم. بس في كلام وصل لك كده يا برج الحمل مش عاجبك، او في حوار عن كلام انت اساسا وصل لك، والله اعلم يا حمل. يلا يا برج الثور، الناس بتوع برج الثور اخباركم ايه الاسبوع الثاني من شهر 9؟ تعال نشوف اخبارك يا برج الثور لشهر 9 عايز يقول لك ايه. يلا يا برج الثور، يلا يا برج الثور تعال نشوف الاخبار ايه. تاني اسبوع من شهر 9 برج الثور. شايفاك يا برج الثور بعون الله عندك فرحة، عندك نصرة،
عندك جواز، عندك موضوع يخص حاجة حلوة جاية لك، لأنك أنت كنت بتتعامل بقلبك الطيب، فربنا هيرضيك. ممكن يكون بعد انفصال جاي لك فرحة. شايفاك احترت وتعبت من الناس اللي كانوا حواليك. شايفاك يا برج الثور عندك موضوع يخص موضوع دراسي، موضوع عملي، موضوع ورقي، موضوع مادي، الله أعلم. في حد يا برج الثور ما بيراقبكش إلا بنيته الخبيثة. في حد يا برج الثور انت عارف ومتأكد انه مش تمام في حياتك. في كلام عن سفر او موضوع سفر او متركب حد في سفر يا برج الثور، والله اعلم. في كلام من الماضي، تفتح كلام من الماضي، في حوار من الماضي، الله اعلم يا برج الثور. شايفاه كمان يا برج الثور حواليك مكايد، حواليك مكايد، في فلوس جايه لك يا برج الثور على فكره، او في كلام على فلوس، والله اعلم. هنطلع 3 ورقات انذارات وارشادات لبرج الثور. اول كارت بيقول في موضوع يخص مفاجآت. ممكن تكون المفاجآت دي انت اللي هتعملها لنفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى انت اللي هتلبس نفسك عقد الالماس يا حبل المشناه. انت يا برج الثور انت اللي هتختار. في بعضكم عنده تصالح او عنده رجوع، وفي بعضكم مش هيرضى بالتصالح ولا الرجوع وهيبدا يحارب. يلا يا برج ايه؟ يلا يا برج الجوزاء، يلا يا برج الجوزاء الاسبوع الثاني من شهر 9. عاوز يقول لك ايه يا برج الجوزاء الاسبوع الثاني من شهر 9؟ عاوز يقول لك ايه يا جوزاء الاسبوع الثاني من شهر 9؟ عايز يقول لك ايه يا برج الجوزاء؟ يلا يا برج الجوزاء الاسبوع الثاني من شهر 9. شايفاك يا برج الجوزاء كان حواليك تلاعب، كان في ناس نيتها مش حلوة من ناحيتك وكانت بتتلاعب بيك يا برج الجوزاء. شايفاك كمان يا برج الجوزاء كان عندك موضوع سفر او موضوع نقلة، او عايز تروح من مكان لمكان، او عايز تغير جو. شايفة كان في موضوع عدالة، موضوع محكمة. بس انا شايفاك ان انت في ناس ممكن يكون بينك وبينهم تصالح، بس انت من جواك انت حاسس ان هم مش تمام معاك يا برج الجوزاء. شايفاك يا برج الجوزاء مسكت مفتاحهم، او هم اللي ماسكين مفتاح حياتك، او في علاقة ثلاثية يا عندك يا عند الشريك. شايفاك يا برج الجوزاء في موضوع يخص بيع او شراء، او في موضوع يخص بيت، او في موضوع يخص حاجة عندك. بس انا شايفك ان انت حاسس دايما ان انت حظك مقلوب، او حاسس دايما ان انت تعبان مش مبسوط. شايفك يا برج الجوزاء ان انت ضد ظهرك لناس تعبوك نفسيا وصحيا وماديا وحياتيا، وجابوا اخرك يا برج الجوزاء. 3 ورقات انذارات وارشادات، تعالوا نشوف اخباركم ايه. شايفاك ان انت عايز تسيطر يا جوزاء على الاسد ولا القوس ولا الحمل، ولا انت يا برج الجوزاء عايز تسيطر عليهم بالقوة؟ شايفاك يا برج الجوزاء تعبت نفسيا وصحيا وماديا من الناس اللي حواليك. خسرت كتير يا جوزاء بسبب واحدة، خسرتك كتير يا جوزاء. نشوف برج ايه كمان. يلا يا برج السرطان، الدور على برج السرطان نشوف اخباره ايه. يلا يا برج السرطان تعالى نشوف اخبارك ايه الفترة دي. تاني اسبوع من شهر 9 يا برج السرطان، تاني اسبوع من شهر 9 يا برج السرطان اخبارك ايه؟ مع ورق كمان 3 ورقات انذارات وارشادات. يلا يا برج السرطان تعالى نشوف الاخبار ايه.
شايفاك يا برج السرطان في موضوع مشروع او موضوع دراسي او موضوع عملي، الله اعلم. شايفاك عندك مولود جديد، حياة جديدة، الله اعلم يا برج السرطان. شايفاك ان انت الفترة اللي فاتت كنت تعبان صحيا، وشايفة كمان روحانياتك كانت عالية جدا، مسكت للناس اللي وجعوا لك قلبك وبدأت اللي انت تديهم بالعصاية يا برج السرطان، وتقول هاخد قراراتي من دماغي. شايفة كمان يا برج السرطان اديتهم ظهرك لانك تعبت منهم، وبعد ما اديتهم من ظهرك في بعضكم ارتاح، في بعضكم ارتاح يا برج السرطان. شايفاك قاعد مستنيهم او مستني منهم رسالة او ورقة او فلوس، الله اعلم. في موضوع عرض وطلب، ممكن تكون هدية هتقدمها لحد او حد هيقدمها لك، او موضوع جواز، او موضوع عرض وطلب، ممكن يكون شغل. شايفاك كمان تحذر بس المكايد اللي حواليك وتكون دماغك مفتحة لهم يا برج السرطان. 3 ورقات انذارات يا ارشادات، هتقول لنا ايه؟ اول ورقة بتقول ان انت يا برج السرطان كنت بتفكر بقلبك، وده ضيعك، خسرك كتير وتعبك كتير. بعد كده رايحين لبرج الاسد. يلا برج الاسد نشوف اخبارك ايه الاسبوع الثاني من شهر ايه؟ من شهر 9. الاسبوع الثاني من شهر 9 اخبار برج السرطان هتكون ايه؟ الأسبوع الثاني من شهر 9 يا برج السرطان أخبارك هتكون إيه؟ نشوف أخبارك يا برج السرطان. شايفاك يا برج السرطان عندك بداية، عندك بداية يا برج الأسد، يا برج الأسد عندك يا برج الأسد بداية جديدة، عندك يا برج الأسد حياة جديدة، عندك يا برج الاسد اخبار حلوة، عندك يا برج الاسد موضوع يخص فلوس، كلام على فلوس، الله اعلم. شايفك يا برج الاسد جيت على نفسك في حاجات كتير لدرجة ان انت عندك طاقة سلبية رهيبة الفترة دي. ممكن تكون تعطيل، ممكن يكون حسد، ممكن يكون طاقة سلبية، والله اعلم. شايفك كان حواليك مكايد محاربات يا برج الاسد، كان شايفاك كمان عندك موضوع عدالة او محكمة، الله اعلم. بس شايفاك محتار بين قرارين، بين شخصين، بين امرين، بين حاجتين، الله اعلم. جاي لك وفرة مالية او مستني فلوس، شايفة عندك عرض وطلب، ممكن يكون شغل او ارتباط، الله اعلم يا برج الاسد. طيب هنطلع 3 ورقات لبرج الاسد ونشوف الكارت عايز يقول لك ايه. شايفاك عندك كمان يا برج الاسد في موضوع يخص نية خبيثة من طرف تالت عندك، بس انت اللي هتنتصر عليها يا برج الاسد. شوف اخبار العذراء الاسبوع الثاني من شهر 9، ايه اخبارك يا عذراء؟ اخبارك ايه يا برج العذراء الاسبوع الثاني من شهر 9؟ الاسبوع الثاني من شهر 9 يا عذراء، بسم الله. شايفاك هنا يا برج العذراء فعندك موضوع قاضي، عندك موضوع قاضي او موضوع حد ذو قيمه قامه قاعد معاه، موضوع سلطه، الله اعلم. بس شايفاك يا برج العذراء في موضوع عندك يخص استشفاء، استشفاء بقى ده من ايه؟ تعب صحي، تعب نفسي، من سحر، من تعطيل، من وقف حال، من حسد، الله اعلم. الفترة اللي فاتت دي كلها كان عندك خيانة عاطفية أو تأويل كلام عمال يتقال، بس أنا شايفة بعضكم عنده تصالح
او عنده رجوع وبعضكم قرر يكون لوحده. شايفاك يا برج العذراء نفسيا ماديا حياتيا طالع نازل نازل طالع. في بعضكم كان عنده انفصال او مشاكل يا برج العذراء بسبب نية خبيثة كانت حواليكم يا برج العذراء. شايفاك يا برج العذراء كان في محاربات بينك وبين الشريك، والله اعلم والله اعلم يا برج العذراء. نشوف ثلاث ورقات انذارات يا ارشادات للعذراء هيقول لنا ايه. شايفاك هنا برج العذراء انت معلق ومشتت وحيران وعمال تلف حوالين نفسك ومش عارف تاخد قرار اساسا في اي حاجة يا برج العذراء. يعني كل ما تقول هبدأ من جديد تلاقي نفسك هو هواه الكلام، حتى لو شخص تاني تلاقي نفسك هي هياه المعاملة، تقول ان انا مش عارف هو مفيش تغيير. ليه يا عذراء؟ ليه يا برج العذراء؟ يلا يا برج الميزان تعالى نشوف اخبارك تاني اسبوع من شهر 9 هيقول لنا ايه. يلا يا برج الميزان يا غالي تعالى يا ميزان نشوف اخبارك ايه لتاني اسبوع من شهر 9 ومعاه كمان الانذارات والارشادات بثلاث ورقات. شايفاك يا برج العذراء يا برج الميزان، شايفاك يا برج الميزان عندك موضوع يخص فلوس او انت بتفكر في موضوع يخص فلوس، في تفكير او في كلام او في حوار او في بتفكر في حاجة من الماضي، تفكير في حاجة من الماضي او حوار من الماضي، بس انا شايفك ان انت عايز تدور على مصلحتك في مولود جديد او حياة جديدة او موضوع محكمة او دعوة مستجابة، بس انا شايفك ان انت هتبدأ تهاجم لان الشريك جاي عليك يا برج العذراء. في بعضكم الصالح، في بعضكم بيتصالح وفي بعضكم فكر في نفسه بس، وفي بعضكم حاس ان هو وحيد. ثلاث ورقات انذارات يا ارشادات لبرج العذراء لبرج الميزان. انا معرفش العذراء معلق مع الميزان في طاقة عذراء. شايفاك يا برج الميزان في بعضكم عنده محاربات وفي بعضكم مش هيرتاح الا ما ياخد حقه، وفي بعضكم نجمه واقع من كتر ما هو عامل لنفسه طاقة سلبية، والطاقة السلبية دي بتبقى اكتر من السحر، او الطاقة السلبية دي بتبقى احيانا للأسف ان هي بتقضي على الواحد كأنها تعطل لحياته، هو اللي بيعملها لنفسه اساسا. يعني الطاقة السلبية دخولها بيجيب طاقة سلبية زيها زي الحسد، زيها زي السحر، زيها زي التعطيل. لازم تتفائلوا، لازم التفاؤل، وده لأي برج بتكلم فيه. يلا يا برج العقرب تعالى يا برج العقرب نشوف اخبارك عايز تقول لك ايه يا عقرب. تاني اسبوع من شهر 9 نشوف اخبار العقرب لتاني اسبوع من شهر 9 عايز يقول لك ايه. شايفاك يا برج العقرب في موضوع يخص محكمة او موضوع يخص توضيب او بتفكر في حاجة بتعملها الله اعلم. عندك استشفاء من تعب صحي، من تعب نفسي، من سحر، من حسد، بس انا شايفاك انت الفترة اللي فاتت كنت عمال تلف حوالين نفسك في موضوع جواز او كلام على جواز، بس انا شايفاك ان انت اتطعمت وتغدرت واتخنت او في حاجة ما كملتش معاك يا برج العقرب. شايفاك يا برج العقرب في كلام على فلوس او نقلة او حوار او استشفاء من تعب صحي او نفسي. شايفة كمان ان في علاقة ثلاثية وفي واحدة هي اللي ماسكة مفتاح حياتك وممكن تكون كانت مكايد حواليك يا برج العقرب، والله اعلم. ثلاث ورقات انذارات وارشادات يا برج العقرب تعال نشوف الاخبار ايه. ثلاث ورقات انذارات يا ارشادات. اول كارت بيقول لك حاول ان انت تبدأ بداية جديدة او حياة جديدة،
لان انت محتاج تكون من اول السطر يا برج العقرب. يلا يا برج القوس تعال نشوف اخبارك يا برج القوس الفترة دي عايزة تقول لك ايه. يلا يا برج القوس نشوف اخبارك الاسبوع الثاني من شهر 9 وبعد كده تخش على الانذارات والارشادات. شايفك يا برج القوس انت بدأت تمسك العصا للناس اللي عمالة تجيبك يمين وتجيبك شمال. شايفك كمان ان انت عندك موضوع يخص قاضي او مستشار او حد ممكن يكون مهم انت بتتكلم معاه الله اعلم في حوار. شايفك ان انت احساسك قوي جدا بالنسبة للشريك او حاسس ان كل ما تبدأ في رجوع او تبدأ ان يكون في مصالحة او حاجة. بس للأسف الحوارات دي كلها عايزة اقولها لك ان في علاقة ثلاثية برج القوس في الشريك مع شخص تاني او انت مع شخص تاني الله اعلم. بس انا شايفاك ان انت خايف تخسر او انت بالفعل خسرت وكل ما تقول هرتاح تلاقي محاربات يا برج القوس للأسف. شايفاك ان انت حواليك مكايد كتيرة او الفترة دي يا برج القوس والله اعلم. ثلاث ورقات انذارات يا ارشادات في ورقة وقعت منهم. انت بتدور على المصلحة ان انت تصالح تاني مع الشريك لكن انا شايفة ان ممكن يكون في تلاعب. للأسف ممكن يكون في تلاعب عندك يا برج القوس. يلا يا برج الجدي الاسبوع الثاني لبرج الجدي الاسبوع الثاني شهر 9 لبرج الجدي الاخبار هتكون ايه يا برج الجدي الاسبوع الثاني من شهر 9 لبرج الجدي. يلا يا برج الجدي تعال نشوف اخبارك الاسبوع الثاني من شهر 9. شايفك يا برج الجدي محتار محتار حيران تعبان مش عارف تاخد قرار. عندك بين بين لا الله اعلم. برغم ان انت احساسك قوي جدا جدا يا برج الجدي الفترة دي. شايفك يا برج الجدي بعضكم عنده بالفعل حسد او عنده ناس مش تمام في حياتك يا جدي لدرجة ان انت اتعلقت اتشتت اترددت في موضوع بيت في موضوع نقلة في موضوع ورث في موضوع حاجة تخص بيت او جواز او ارتباط الله اعلم او فرحة ليك الله اعلم. بس انا شايفة لك حق جاي لك يا برج يا برج الجدي لانك تعبت نفسيا. شايفك ان انت عندك موضوع يخص عربية او شراء او بيع او كلام عن شراء او بيع. عندك استشفاء من حاجة ممكن تكون تعب صحي تعب نفسي تعطلات حاجة فيها حسد الله اعلم يا برج الجدي. او هتستشفى من ناس مش مخلصين في حياتك يا جدي والله اعلم. ثلاث ورقات انذارات وارشادات للجدي ثلاث ورقات انذارات وارشادات لبرج الجدي. اول كارت بيقول اللي انت يا برج الجدي هتكون مش همك حد هتكون جريء ومش همك حد. برغم ان انت حواليك ناس بيتلاعبوا بيك وانت بدأت اللي انت تبقى لوحدك مش همك يا برج الجدي مش همك يا جدي لان انت شايف الوحدة احيانا انضف منهم يا برج الجدي. يلا يا برج الدلو الناس بتوع برج الدلو فين. يلا يا برج الدلو تعالى نشوف اخبارك الاسبوع الثاني من شهر 9 وكمان كارت انذارات وارشادات عايز يقول لك ايه يا دلو. يلا يا برج الدلو تعالى نشوف اخبارك الاسبوع الثاني من شهر 9 عايز يقول لك ايه يا برج الدلو ونقول بسم الله ونشوف اخبار برج الدلو ايه. شايفك يا برج الدلو عندك موضوع يا ابيض
يسود. شايفاك كمان ان انت دايما تقول لنفسك انا عايز اشوف الحظ، او انا عايز امسك، ممكن تكون عايز تمسك في حبل الحظ او عايز تبدأ في الحظ، برغم ان انت الفترة دي ما بتنامش، ما فيش عندك نوم يا برج الدلو خالص. شايفاك طالع نازل نازل طالع. شايفاك كمان ان انت بتفكر في موضوع فلوس، ومش اي فلوس، موضوع فلوس، ممكن تكون فلوس ليك او فلوس عليك، الله اعلم. شايفاك اتعلقت وتشتت واحترت وترددت في مواضيع كتير الفترة دي، بس انا شايف عندك يا سفر يا ناس جايه لك من سفر، وفي علاقه ثلاثيه يا عندك يا عند الشريك، والله اعلم. ثلاث ورقات يا برج الدلو، انذارات يا ارشادات عايزه تقول لبرج الدلو ايه؟ بتقول لك يا دلو في موضوع دراسي، موضوع عملي، موضوع ورقي، موضوع ممكن يكون مشروع، الله اعلم. شايفه لك بدايه حلوه قوي جايه لك في موضوع عاطفي يا برج الدلو، والله اعلم. وفي موضوع دعوه ومستجابه، او موضوع محكمه، الله اعلم يا دلو. هنشوف اخر برج معايا، وبعد كده نشوف الرسائل والنصايح. هنشوف اخبارك يا برج الحوت. يلا يا برج الحوت، الاسبوع الثاني من شهر 9، اخبارك ايه يا برج الحوت؟ الاسبوع الثاني من شهر 9، اخبارك ايه يا برج الحوت؟ الاسبوع الثاني من شهر 9، اخبارك ايه يا برج الحوت؟ شايفاك يا برج الحوت في موضوع يخص، ممكن يكون شغل، ممكن يخص ترقية، ممكن يكون بيخص عاطفة، ممكن يكون بيخص قرار، لان الشريك عنده علاقة ثلاثية يا برج الحوت، او انت عندك علاقة ثلاثية يا برج الحوت، او في عندك موضوع بيخص قرار، او انت حزين على افتقاد شخص، افتقاد مال، افتقاد حاجة تخصك، الله اعلم. اتحاربت كتير يا حوت، اتحاربت كتير يا حوت، وخصوصا مش شريك، اتحاربت كتير يا حوت. في بعضكم يا عنده سفر، يا عنده نصرة، يا عنده موضوع دراسي، الله اعلم. شايفك ان انت هتكون جريء وهتكون بجح، ومش هيهمك حد يا برج الحوت، لانك شفت كتير. طب ثلاث ورقات انذارات يا ارشادات للحوت. شايفك ان انت هتعمل حدود للناس اللي قرفوك، هتبدأ ان انت تحاول على قدر الامكان تخلي بالك من الطاقة السلبية، لانها ممكن تعمل لك تربيط او تعطيل لحياتك. شايفاك عندك موضوع عرض وطلب، ممكن يكون هدية جاية لك، هتقدم لحد هدية، موضوع ارتباط، موضوع جواز، او موضوع شغل، الله اعلم. جاي لك وفرة مالية الفترة الجاية يا برج الحوت. نشوف الرسائل عايزة تقول لك ايه. هنشوف بقى كارت الرسائل ال 12 برج عايز يقول ايه. هنبدأ برج الحمل ونشوف اخبارك يا حمل بكارت الرسائل عايزة تقول لك ايه. بسم الله ونشوف الاخبار ايه. كارتك بيقول لك انت المفروض كنت في شخص في حياتك سبته من مدة طويلة، بس كنت كل مرة تقول لنفسك اديله فرصة، لحد ما جه عليك وقت يا برج الحمل قررت اسفا ان انت خلاص، لقيت نفسك بتنهي نفسك مش بتنهي الشخص كمان. يلا يا برج الثور تعالى نشوف اخبارك ايه يا برج الثور بكارت الرساله عاوز يقول لك ايه. يلا يا برج الثور، كارتك بيقول لك في شخص في حياتك يا برج الثور
مهما رحت، مهما جيت، مهما بعدت، مهما معاك، انت شايف ان الشخص ده هو الوحيد اللي هيكون مناسب ليك. حتى لو عرفت مليون عليه او 50 حد، هو الشخص واحد اتنين تلاتة، هو مفيش الا الشخص الواحد ده يا برج الطور. طب يا برج الجوزاء، يلا يا برج الجوزاء نشوف رسالتك. رسالتك بتقولك انت مشكلتك يا برج الجوزاء بدأت ان انت تشوف الشخص اللي قدامك تتلاعب بعقله لغاية ما تشوف اخرة الشخص ده هتكون ايه يا برج الجوزاء. يلا يا برج السرطان تعالى نشوف رسالتك عايزة تقولك ايه. بيقولك انت قررت ان انت عايز تمحي العلاقة الثلاثية اللي مع الشخص التاني بشرط عشان تكون معاه، او العكس، او انت حاسس ان العلاقة دي سامة لازم تمشي اول عشان ترجع للشخص ده. يلا يا برج الاسد تعال نشوف كارتك ورسالتك عايزة تقول لك ايه يا اسد. كارتك بيقول لك انت عايز تبعد، او في او حاسس بنفسك ان انت العلاقة ممكن تكون عايز تنهيها او بتفكر فيها، الله اعلم يا اسد. يلا يا برج العذراء كارتك بيقول لك اللي انت حاسس ان في علاقة سامة ممكن تكون في حياتك او في حياة الشريك، الله اعلم. يلا يا برج ايه، يلا يا برج الميزان رسالتك يا ميزان بتقول لك ايه رسالتك. انت الفترة دي بتحاول تستخدم اساليب احتيالية عشان تشوف طريقة مع الشخص ده هتكون ايه يا برج الميزان، بتلعب معاه جميع الالعاب لغاية ما تشوف الشخص ده ناوى على ايه. يلا يا برج العقرب نشوف اخبارك يا برج العقرب ايه الفترة دي برسالتك. رسالتك هنا بتقول لك ان في شخص انت حاسس ان الشخص ده كان سبب دمار حياتك يا برج العقرب. يلا يا برج القوس تعال نشوف القوس بقى اخباره ايه. كارتك بيقول لك انت بقيت قدامك بقيت صعب الاختيار، ما بقتش عارف تختار من كتر ما انت ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل. يلا يا برج الجدي تعال نشوف اخبارك يا جدي. كارتك بيقول لك انت الفترة دي يا برج الجدي بتحاول تتبع احاسيسك او قلبك هيقول لك ايه او عقلك وهتمشي وراه، ما عادش تمشي ورا حد. يلا يا برج الدلو كارتك بيقول لك انت حاسس ان ما عادش في حاجة افضل، انت بتتفاجئ، انت ما عادش بتتفاجئ بحاجة خالص يا برج الدلو، انت ما عادش عندك مفاجأة، ما عادش بتتبهر يا برج الدلو. يلا يا برج الحوت كارتك بيقول لك في قرار نهائي عايز تاخده بس انت مستني شويه يا برج الحوت. نشوف اخبار النصايح، هنخش بقى على احنا قلنا الرسايل، عايزين نخش على كارت نصايح لكل برج. اخبار كارت النصايح ايه لكل برج. يلا معانا نشوف اخبار الحمل بنصيحته يا ترى هيقول ايه. كارت الحمل، كارت الحمل بيقول جواك صحوة روحانية فظيعة الفترة دي يا برج الحمل استغلها. ده أول نصيحة للحمل. طيب تاني نصيحة لبرج الطور. بيقول لك هنا إيه؟ أنت خايف من الارتباط اللي أنت فيه حالياً أو الارتباط اللي هيحصل بعد كده بسبب علاقة سامة أو علاقتين ثلاثة الله أعلم، بس شخص كان مش كويس في حياتك يا برج الطور. بعد كده خلينا على برج الجوزاء وتعالى نشوف اخبارك يا جوزاء. الكارت بيقول ايه؟ الكارت هنا بيقول لك انت الفترة دي بتفكر كتير قوي يا برج الجوزاء وعايز تشوف اخرتها ايه. يا ابيض يا اسود، ايجابية يا سلبية. يلا يا برج السرطان تعالى نشوف رسالتك او نصيحتك هتقول لك ايه كنصايح. النصيحة بتقول لك يا برج السرطان انا لما ابعد عنك او بعدت عنك بدأت ابص لنفسي اصلح من نفسي
اصلح من الحاجات اللي انت افسدتها اساسا. يلا يا برج الاسد تعال نشوف رسالتك عايزه تقول لك ايه يا اسد. رسالتك بتقول لك انت تعرضت للخيانه، وللاسف من كتر ما انت تعرضت للخيانه وعايز تسامح مش هيبقى عندك ثقه اساسا، فخلي بالك. يلا يا برج العذراء، رساله العذراء بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتقف على الحياد لان انت تعبت ومش عايز تتأذى، لان انت رجلك بتيجي في حاجات انت مالكش فيها اصلا يا برج العذراء. يلا يا برج الميزان، تعالى يا ميزان نشوف اخبارك ايه يا برج الميزان. كارتك بيقول لك في شخص بتحاول تنساه ومش عارف يا برج الميزان. يلا يا برج العقرب تعالى نشوف كارتك بيقول لك في شخص مهما رحت مهما جيت انت الشخص ده بتحبش على الشخص ده او تتكلم مع الشخص ده او تحس مهما هو بعيد عنك هو قريب منك. يلا يا برج القوس، كارتك بيقول لك يا برج القوس اللي انت بتعمله في نفسك ده هو سبب وقف حالك او وقف طريقك، او انت اللي بتبني حيطة بينك وبين الشخص. يلا يا برج الجدي، كارتك بيقول لك انت الفترة دي عايز ان انت تركز في اختيار واحد، او عايز تركز في اختياراتك الفترة دي عشان عايز تصنع لنفسك شيء صحيح الفترة دي يا برج الجدي. يلا يا برج الدلو تعال نشوف رسالتك عايزة تقول لك ايه يا برج الدلو. كارتك بيقول لك انت الفترة دي حاسس ان انت في حاجات كتير عايز تعملها، سواء نفسيا سواء عمليا سواء حياتيا سواء صحيا، سواء حاجات كتير في حياتك، بس انت الفترة دي حاسس ان انت مش مستعد لاي حاجة، او خايف من عدم اللي انت تقف في وش الحاجات اللي انت عايزها او اللي انت تكمل فيها، الله اعلم. يلا برج الحوت، كارتك بيقول لك انت عايز ترجع لقديمك يا برج الحوت، وده كل مرة بنشوفه لك يا برج الحوت وتعبنا لك يا برج الحوت. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، ان شاء الله مع حلقات تانية كتير، ونشوف وشكم على خير. اصبحوا على خير.